وصلنا للحلقات ال 28 في اغلب المسلسلات اللي مكمله معانا من اول رمضان، المسلسلات الكوميديه والاجتماعيه في دراما رمضان فيها احداث مختلفه، شفنا احداث مختلفه امبارح في الكبير الجزء الثامن، وكمان الحلقات ال 13 من مسلسل بقينا اتنين لشريف منير وبدون سابق انذار لآسر ياسين. خلينا نتابع مع بعض تقرير كده عن اهم الاحداث اللي حصلت امبارح. الحلقات ال 28 وال 13 من مسلسلات الدراما الكوميدية والاجتماعية شهدت أحداث مشوقة. في الكبير قوي، وبعد ما حول الكبير دواره لفندق المزاريطة والحجوزات عنده بقت كبيرة وكتيرة، جاله بلوجر علشان يحجز أوضة مقابل إنه يعمل له إعلان للفندق، لكن دخل معاهم في خناقة. بعد كده مربوحة أقنعته يوافق علشان يروجوا للفندق ويجيله زباين ونزلاء كتير. العيال دول بلوجرز وحدهم متابعين. إيه يعني؟ مس سميث هي جملة كلها شيء ما قدرش أقولها. معلش، العيال دول هيعملوا دعاية وصيت للفندق، وساعتها سعر الأوضة هيبقى بضعفين. صح. في الحلقة 28 من مسلسل إمبراطورية ميم للنجم خالد النبوي شهدت الحلقة أحداث مختلفة. مروان أبو المجد بعد ما زور توقيع والده وقع على عقد بيع بيتهم لصالح شركة يحيى شاكر، فضل حزين، وكل ما تيجي فرصة علشان يفاتح والده ويقول له على اللي عمله ما بيلاقيش الوقت ولا الظروف ملائمة. لكن مندوبة شركة يحيى شاكر راحت لخالد النبوي وقالت له إنه باع بيته عن طريق إمضة ابنه على العقد، وهنا مختار أبو المجد بيتصدم. كمان شهدت الحلقة رجوع مختار أبو المجد لشركته بعد خروجه من الحبس، لكنه اكتشف إن كل الحجوزات لصالح شركته اللي شغالة في السياحة اتلغت، وفي نفس الوقت بيحاول يرجع نشاطه مع الموظفين. مش بس حرامية، انتوا مزورين كمان. معقول؟ مش عارف تميز الإمضة؟ بص كويس، ده حتى قريب من خطك قوي. ده كشف من هذا الأسد. الأحداث توالت في الحلقة رقم 28 من مسلسل صدفة للفنانة ريهام حجاج. فرح قررت تحكي لصدفة عن قصة صاحبتها اللي قتلتها في المدرسة القديمة، وقالت لها إنها قتلتها بإزازة لما استفزتها وكانت بتدور في شنطتها على أي حاجة أثناء وجودها برا الفصل، ولما اعترضت اتخانقوا مع بعض وقتلتها. من هنا تم القبض عليها واتحكم عليها بالسجن لمدة 7 سنين، لكن بسبب علاقات والدها قدر يخرجها من القضية. ده غير إن والدها دفع مبلغ كبير لأهل البنت اللي ماتت، وده اللي خلاهم يتنازلوا عن القضية. واتحكم عليا ب7 سنين، قضيت منهم 6 شهور في الأحداث. كانوا أصعب 6 شهور عدوا عليا في حياتي. كل يوم كنت بتمنى فيه الموت. حبيبتي يا بنتي. الحلقة 13 من مسلسل فراولة شهدت لقاء متجدد بين دينا ولؤي، عبرت له فيه عن خوفها من العلاقة اللي بينهم، وفي مشهد تاني كشف الدكتور إبراهيم لفراولة عن زيارة دينا في عيادته، وده خوفاً على صاحبتها فراولة. كنتش عارفة إن دينا بتجيلك من ورايا. لا، هي جت مرة من قلقها، بس ما تزعليش منها، هي خايفة عليكي. وأنت كمان خايف عليا؟ آه طبعاً يا فراولة، خايف عليكي جداً. اللي اقدر اقوله لك ان انا مش كويسه، بس هبقى كويسه. الحلقه 13 من مسلسل بقينا اتنين بطوله شريف منير ورانيا يوسف شهدت خيانه ادهم اباظه لياسمين بعد ما ظبطتهم في بيت صديقه، وقررت فض الشراكه بينهم في شركه الدعايه والاعلام. هنا ياسمين اخذت قرار مفاجئ واشترت نصيبه، وده سبب ازعاج لادهم. في نفس الوقت ياسمين مش عاوزه تديله اهميه، خصوصا بعد ما شافته مع واحده تانيه. قعدتك يعني؟ الحاجة اللي بتطلع في دماغك لازم تعمليها. كن فيكون. وده بقى هيحصل غصب عني؟ انت عايش حياتك زي ما انت عايز. بيتهيألي انا كمان من حقي اعيش زي ما انا عايز. روحي نامي يا ياسمين. روحي نامي واغزي الشيطان. تمام يا ادهم. هروح. الحلقة 13 من مسلسل بدون سابق إنذار فريدة اقتحمت الجلسة اللي جمعت بين ليلى ومروان وهم بيتكلموا عن المشاكل الأخيرة اللي حصلت بينهم. الخلافات كانت هتتحل فعلاً، لكن بدخول فريدة الجلسة باظت. كنت عايزاك تبص على التعديلات اللي أنا والشباب عملناها على الديزاين. طب يا مروان، أنا هسيبكم تخلصوا اللي وراكم. فرصة سعيدة يا فريدة.
انا اسعد. طب استني اجي معاكي المستشفى. لا تمام، خليك انت خلص شغلك. الف سلامه على عمر، انا بجد كنت عايزه اجي ازوره، بس يعني مش عارفه امتى الوقت المناسب. تشرفي في اي وقت عن اذنكم.